سأتحدث الآن بالإنجليزية. The Houthi terrorist group, Iran's terror proxy in Yemen, has launched over 200 aerial attacks against Israeli civilians and infrastructures. On Friday morning, الجمعة صباحا Houthis fired an Iranian explosive UAV from في صباح الجمعة في واحدة من هذه الهجمات استخدم الإيرانيون طائرة مسيرة الحوثيون طائرة مسيرة إيرانية واستهدفت شقة في قلب تل أبيب قرب السفارة الأمريكية في المدينة وقتلت مواطنا إسرائيليا في الخمسين من عمره يفجاني فيرزر وأصابت عدد آخر. الهجوم الحوثي هو اعتداء وانتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام الدولي والأمن الدولي. اليوم تحركت إسرائيل في دفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات وقام سلاح الجو بتنفيذ عمليات قصف دقيقة ضد الحوثيين في اليمن. الهدف العسكري كان ميناء الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون كمصدر. إذن وهي أذرع من أذرع الإيران في اليمن وقد قامت بهجمة على إسرائيل وعلى البنى التحتية الإسرائيلية. ويوم الجمعة في صباح يوم الجمعة الحوثيون أطلقوا مسيرة متفجرة باتجاه تل أبيب وقد أصابت مبنى في وسط تل أبيب وفي نفس الشارع هنالك سفارات ومؤسسات وتسببت بمقتل إسرائيلي يوناد فريدر وأصيب إسرائيلي آخر من المواطنين. والهجوم الحوثي هو عمل إرهابي وانتهاك للقانون الدولي وكذلك هو تهديد ل السلام والاستقرار الدوليين. واليوم إسرائيل صعدت من عملياتها الدفاعية ضد هذه الهجمات. سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بهجمة دقيقة على أهداف حوثية في اليمن والهدف العسكري كان الحديدة والذي يستعمله الحوثيون كنقطة للتزود بالأسلحة الإيرانية ونقلها من إيران إلى اليمن وأيضا ومنها المسيرة التي تم استخدامها في الهجوم صباح يوم الجمعة. وفي الميناء قواتنا هاجمت مباني تستعمل لأهداف متعددة ومنها نشاطات عسكرية وكانت تستعمل في نشاطات إرهابية. هذه الهجمة التي قامت بها إسرائيل هو إيقاف الهجمات الإرهابية الحوثية لكن هذا التهديد تجاوز إسرائيل. لقد استهدفوا دول أخرى في الشرق الأوسط كالولايات المتحدة والعالم أو العالم والعالم بهجومهم على مسارات الملاحة في البحر الأحمر.